ان شاء الله هذا اشترك معكم. ثلاث ساعات ديال الوصفات اللي وجدت النهار ديال الاول ديال الفطور كما كتشوفوا هنايا، مسمن مقرمش وسيجا، وغنشارك معكم كذلك واحد الكيكه. اول حاجه ما تستغربوش، غادي نستعمل هاد خيز وهذا، وغنستعمل حتى الاوراق الخضراء ديالو. غير جربوهم ان شاء الله ما غاديش تندموا. هادو عكس القزبر والمعدنوس، يعني كيبغي واحد المده في الطهي. قطعتهم هما وخيزوته، هما قطع صغيره، وهنا نصف حامضه مصيره. غنزيد هنا شويه ديال الماء وغادا نغطي عليه ونقص البوطه ونخليه يطيب تقريبا شي 20 دقيقه، باش حتى هذاك الربيع كيطيب كيجي لذيذ بزاف. غسلوه غير مزيان مع شويه ديال الكربونات شويه ديال الماء وشلوه مزيان صافي، وطيبوه راه كيجي مزيان. هنا زدت شويه ديال الملح وشويه ديال زيت الزيتون وصافي. كيف قلت لكم غادا نغطيه ونخليه يطيب. هنا صافي طاب مزيان. غنزيد هنا شويه ديال الثومه، شويه ديال الهريسه، وشويه ديال الكمون حبوب، وشويه ديال الزنجبيل. صافي دابا ما غاديش نرجعو يطيب. صافي كنخلطو مزيان، وغادا نزيد شويه ديال اللوز محمر وشويه ديال الزنجلان حتى هو يكون محمص، يعني كلشي يكون محمص غير شي شويه. نحمصو شويه هكذا في الفران ونقطعوه قطع، باش مني فيما كان يعني مني كناكلو دوك لي سيغار كنطيحو في هذاك اللوز مقرمش مع شويه ديال الخيزو. وكتعرفوا بان الخيزو محمض كيتواتى مزيان مع اللوز، والزنجلان حتى هو يكون محمر. صافي هنا غدا نعمر هاد القنينطه ديالي هكذا. الا بغيتو تقدروا تزيدوا الدجاج، الدجاج كيتواتى مع هاد الحشوه هادي. وهذه طريقه باش الوليدات كياكلوا يعني الخضره. انا احبش غدا ندهن هاد الورقه غير بشويه ديال زيت الزيتون. حاولت ما استعملش بزاف ديال الدهون باش حتى انا نقدر نخدم مع الشوربه ديالي. هنا غدا ندوزو باش غدا نوجدو الحشوه الثانيه. الحشوه الثانيه هنا عندنا البرو، عندنا تقريبا شي 4 ديال البروات كبار قطعتهم، غنديهم يتشحروا. وهنا عندي الفطر، الا ما توفرتوش عليه ممكن تستغنوا عليه ماشي مشكل. الفطر حتى هو غدا نشحرو مع زيت الزيتون. هنا كيف كتشوفوا يعني شحرتهم مزيان، حتى خاص هذاك يعني هاد البورو هذا سيتشحر لينا مزيان. الا ما كانش عندكم عوضوه بالبصله الخضاريه حتى هي كتجي مزيانه. والا ما كانش عندكم شامبينيون عوضوه بشويه ديال البطاطا، يعني اي بطاطا عندكم كتسلقوها وتقطعوها قطع وكتزيدوها راه كتواتى مزيان. فيتمني نزلت واحد الحشوه بالبرو والبطاطا. هنا غنستعمل شويه ديال الكركم وشويه ديال الزنجبيل. استعملت الكركم الطري، ممكن تستعملوا الكركم اليابس. هنا عندي واحد يعني حفينه هكا ديال الزيتون مقطع قطع صغيره حتى هو كيتواتى مزيان مع المذاق ديال البرو. وهنا القزبر والمعدنوس والملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. انا هاد الحشوه هادي استعملتها كثيره بزاف، ممكن تنقصوا الا بغيتو. هنا غنستعمل 6 ديال البيضات وغادي نرجعها على البوطه حتى غادي يطيبوا ليا دوك البيضات مزيان. صافي الا بغيتو ممكن تزيدوا الجبن على هاد الحشوه هادي، ولكن غير هكذا راه كتجي لذيذه بزاف بزاف هاد الحشوه هادي. صافي حتى كيطيب وكنعاود نزيد يعني ما تبقى ديال القزبر والمعدنوس باش يبقى المذاق ديالو باين. صافي وغدا نعمر بها المسمن. بالنسبه للعجينه ديال المسمن، انا استعملت العجينه، غدا نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها اسفل الفيديو. الحشوه بطبيعه الحال يعني كنخليوها دائما تتبرد مزيان عاد كنستعملوها. بالنسبه للعجين، العجين استعملت يعني غير العجينه ديال المسمن العاديه، غير هي كنزيد ليها شويه ديال اللبن وشويه ديال البيكربونات باش كتهضم مزيان. يعني لما استعملتوش
لما استعملش انا الخميره البلجيه، كنستعمل يعني الا كان عندي لبن، ولا كنستعمل غير البيكربونات والماء باش العجينه يعني باش هاد الدقيق هذا كيتهضم صافي. هنا دائما انا كنخلط زيت الزيتون مع شويه ديال الزبده، لان هاد المسمنات هادو نطيبهم في الفرن، وكنرش بشويه بالقليل من السميده صافي، كنورقوهم مزيان. هاد المسمنات هادو كيجيو مورقين ومقرمشين بزاف، يعني خاصه ان الطريقه ديال الطهي تشاركت معكم شحال من مره، يعني كنرفعوا درجه الحراره في الاول حتى كيتحمروا مزيان، وعاد كننقصوها باش يعني في الاول مثلا كان رجليو يعني الفرن على 220 درجه، ومن بعد نقصوه ل 180 باش كيت يعني كيطيبوا حتى من الداخل وكيجيو مقرمشين، ما نحتاجوش لا ندهنهم لا ببيض لا والو، يعني لا بغيناهم يجيو مقرمشين، اما الا دهناهم بالبيض بقى ما كيجوش مقرمشين كيف ما الا خلينا دهناهم غير بشويه ديال الزبده. هنا الشكل الاول يعني ممكن تسدوهم تماما، يعني ما تبانش لنا الحشوه بالمره او كتبينوا الحشوه. بالنسبه هنا الا بغيتوا تزيدوا الجبن، يعني حتى كتحطوا الحشوه في المسمن عاد كتزيدوا شويه ديال الجبن من الفوق صافي. هنا في الوسط غدا نحاول نوضع واحد نصف زيتونه، يعني قطع الزيتون نوضعوا الزيتون الا بغيتو، سينو كتخليهم غير هكداك وكتضغطوا مزيان باش ما يتحلوش ليكم صافي. وغدا ندخلهم يتحمروا مزيان، وهادو ممكن انهم يبقاو مقرمشين، يعني حتى خليناهم حتى الغد ممكن يبقاو مقرمشين. هنا بالنسبه للكيكه اللي غدا نحضرها باللبن والسميده، السميده الخاصه بالحلويات او السميده اللي كنستعملوا بها الحرشه. هنا غنستعمل في الاول 3 ديال الكيسان ديال اللبن، وغدا نطحن معاهم هنا التمر. التمر كيبقى على حسب الذوق ديالكم، انا قطعت تقريبا 10 ديال التمرات، وانتم على حسب الذوق ديالكم. غدا نطحنهم مزيان، ومن بعد عاد غدا نزيد تقريبا ربع كاس ديال الزبده او ربع كاس ديال زيت الزيتون الا ما كتستعملوش الزبده صافي. هنا غدا نوضع السميده ديالي حتى هي 3 ديال الكؤوس ديال يعني 3 ديال الكيسان، وكاس هنا ديال اللوز مهرمش محمر ومهرمش، كيعطي واحد اللذه جميله بزاف وهاد لذيذه بزاف عفوا. وهنا استعملت ماء الزهر، الى عندكم يعني انا استعملت غير الروح ديال الزهر، سينو تقدروا تستعملوا يعني نصف كاس ديال الزهر العادي، المهم على حسب الذوق ديالكم، ولا كتستعملوا بالمعلقه. هنا كيف شفتوا راني وضعت واحد الملعقه ممسوحه كيف العاده، يعني ممسوحه ديال البيكربونات، هزتها في الكاس حطيتها فاضلية، لان التفاعل كيتم يعني البيكربونات كتفاعل مع الحموضة، يعني اي حاجة فيها حامضة، وما كيجيش لنا المذاق ديالها بالمرة الا استعملناها قليلة واستعملناها مع شي حاجة حامضة، كيجينا الكيكة يعني هشيشة ورطبة وكترتفع. هنا صافي زدت هذاك الكاس ديال اللبن مع البيكربونات، خلطت مزيان وغدا نوضعه هنا. للاسف ما بقاش ليا الوقت باش نوريكم باش سقيتها، غدا نقول لكم غير شفويا ان شاء الله، نعاون نشاركها معكم الى كتب الله. كنسقيها كناخذ يعني واحد كسرونه كنسخن فيها شويه ديال الماء، كاس تقريبا ديال الماء، وصافي مني كيسخن غير كيسخن، ماشي يعني كنطيبو يعني غير كيدفى، كنزيدو ليه واحد يعني على حسب الذوق ديالكم، انا استعملت العسل الحر صافي. وكنسقيو به هاد الكيكه هادي مني كتخرج من الفرن، وكنرشوها بشويه ديال اللوز كتجي لذيذه بزاف. هذاك القطر اللي كندير يعني غير بالعسل الحر كنزيد فيه حتى شويه ديال المزهر، مهم المزهر كدوزيوه يعني على حسب الذوق ديالكم، يعني الا كان كيعجبكم المزهر ممكن تكثروا منه. المزهر كيتواتى مع اللوز كيجي المذاق ديالها رائع جدا، الا بغيتو ممكن تزيدوا حتى شويه ديال القرفه الا كانت كتعجبكم.
بالنسبة للفرن كانت درجة ديال الحرارة ديالو 180 باش طابت هذيك الكيكة. نتمنى ان شاء الله يكونوا الوصفات ديال اليوم عطاوكم افكار لتحضير وجبة الفطور، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا. شكرا.